للمرة الأولى الولايات المتحدة تبدأ بشكل علني دراسة خطوات عملية لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، حسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية. الصحيفة تقول إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من كبار المسؤولين في إدارته البدء بفرض عقوبات وحظر التأشيرات على كافة الأشخاص أو الكيانات التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر حتى في أعمال أو سياسات تهدد أمن أو استقرار الضفة الغربية. في وقت سابق قال بايدن في حوار مع صحيفة واشنطن بوست إنه طلب من مسؤولين إسرائيليين قائلا إن العنف المتطرف من المستوطنين ضد الفلسطينيين يجب أن يتوقف ويحاسب مرتكبوه. I continue to be alarmed about extremist settlers attacking Palestinians in the West Bank. That pouring gasoline on fire is what it's like. This was a deal. The deal was made and they're attacking Palestinians in places that they're entitled to be. It has to stop. They have to be held accountable. It has to stop now. الولايات المتحدة سمحت لإسرائيل الشهر الماضي بشراء الآلاف من بنادق M16 من شركات الدفاع الأمريكية فقط بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى فرق الرد المدنية في المستوطنات بالضفة الغربية حسب موقع أكسيوس، فيما سجل أكثر من 251 هجمة للمستوطنين بما في ذلك 30 حادثة أدت إلى مقتل أو إصابة فلسطينيين و221 حادثة ألحقت أضراراً بممتلكات مملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية. بنصف هذه الحوادث كانت القوات الإسرائيلية إما ترافق المهاجمين أو تدعمهم بشكل فعال حسب مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.